بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية قواعد اللغة. نستأنف مع لي فيرب ترانزيتيف اي لي فيرب انترانزيتيف. طبعا سبق لنا ان راينا هاد النوعية من الافعال وقلنا بانها تحدد اي المساعدين سنضع في الجمل طبعا التي تتضمن لي طون كومبوزي التي تتضمن الأزمنة المركبة. اذا سنرى في هذه الفقرة ماذا عن لي فيرب ترانزيتيف Le verbe intransitif. Le verbe peut-être, comme on aura, il est le fait à l'yumkin an yakoun transitif et ou intransitif. Al maqsoud, il est à khadna matel al jumla, ma'a et, comme on l'a had, ça n'a qu'ul bi anna, al fait à l'yumkin an yakouna, muta'addiyan, wa ghayr muta'addi. Il est à khadna al jumla b'a. Et donc ça n'a qu'ul le verbe peut-être transitif et intransitif. Fad l'hala, comme on a raïna fima sabak, بأن بعض الأفعال مثلا لفغ مونتي يمكن أن يكون في حالات متعديا ممكن يكون في حالات متعديا وفي حالات أخرى وفي وضعيات أخرى غير متعدي. طبعا نحن نتكلم هنا عن لفغ بتاتخ ترانزيتيف انترانزيتيف. إذن هنا تنأخذ هاد الحالة ثم ننتقل للحالة الثانية التي تتضمن فيها هاد العبارة أو. إذن سنقول لفغ peut-être transitif ou intransitif. إذن هنا سنتكلم عن نوع آخر من الأفعال الذي يمكن أن يكون سواء transitif أو intransitif. المقصود بأنه لا يمكن أن يأخذ الوضعيتين كما هي نوعية الأفعال الأولى التي يمكن أن تكون transitif أو intransitif في حالات أخرى. نتكلم هنا عن الأفعال التي يمكن أن تكون متعدية في حالات وغير متعدية في وضعيات أخرى. وفي الحالة الثانية التي عندنا في أو إذا نتكلم هنا عن الأفعال التي يمكن أن تكون يا إما متعدية يا إما غير متعدية. طبعا تأخذ هذه الحالة دائما في كل الجمل. إذا le verbe est transitif direct. إذا هنا سنرى النوعية التي يكون فيها الفعل متعديا. إذا هنا كما نرى هذه الحالة تنقسم إلى حالتين. إذن le verbe est transitif direct. إذن كما نقول بأن الفعل المتعدي مباشر quand il est accompagné عندما يكون مرفوقا d'un complément d'objet عندما يكون مرفوقا بمتمم. طبعا كلمة object تعني شيئا ملموسا تعني هدفا تعني عدة أمور. إذا نتكلم هنا عن complément d'objet direct. إذا نتكلم كما نقول عن متمم أشياء مباشر. إذن عندما يكون الفعل مرفقا بهد المتمم من هذا النوع إذن هنا نتكلم عن الفعل ترانزيتيف ديريكت. مثلا اكزامبل cet enfant appelle sa mère. هذا الطفل ينادي أمه. كما نلاحظ لم نقل هنا cet enfant appelle à sa mère أو مثلا cet enfant appelle sur sa mère أو مثلا cet enfant appelle de sa mère. إذن ليس هناك فاصل بين الفعل وبين هذه الكلمة التي تتمم الجملة. إذن كما نرى سماه c'est un complément d'objet direct. في هذه الحالة le verbe appeler c'est un verbe transitif direct. إذن الفعل هو متعدي غير مباشر quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect. إذن عندما يكون مرفوقا بمتمم كما نقول لأشياء غير مباشر. le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect. Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect. Souvent, il y a le غالب introduit par une préposition. Et dans le غالب, il y a un مسبوقا بحرف. Et dans le غالب, nous parlons عن هذا الكومبليمون الذي يكون مسبوقا بحرف. مثلا A مثلا دو لي او بور من اجل او ان في او فار نحو او اتجاه او مثلا بار يعني بي. اذا تقريبا نتكلم هنا عن هذه الاحرف التي تسبق هذا لو كومبليمون. اون بارلي سي دو كومبليمون دوبجي انديريكت كي سون سوفون انترودو بار اون بريبوزيسيون كوم ا دو بور ان فار بار اتسيتيرا. اكزامبل كمثال سيت انفون بارل دو سا مير. كما نلاحظ هنا لم نقل cet enfant parle sa mère
كما رأينا قبل قليل cet enfant appelle sa mère عندنا هنا cet enfant parle de sa mère إذن عندنا sa mère مسبوقة بهدو إذن هنا نتكلم عن complément d'objet indirect إذن هاد le verbe parler c'est un verbe transitif indirect إذن le verbe parler c'est un verbe transitif indirect كما نقول بأنه غير مباشر لماذا؟ لأن هاد المتمم الذي يأتي في آخر الجملة هو أيضا غير مباشر المقصود بأن هاد الفعل هو مفصل عن هاد الكلمات بهاد دو إذا نتكلم عن complément d'objet indirect وبالتالي نتكلم عن verb transitif indirect طبعا الآن تكلمنا فقط عن le verb transitif كما قلنا هناك le verb transitif direct وهناك le verb transitif indirect الآن ننتقل إلى le verb intransitif الآن ننتقل إلى le verbe intransitif سنتكلم عن الفعل الغير المتعدي إذا le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet عندما لا يكون هناك متمم بالمرة سواء تعلق الأمر بلو complément d'objet indirect أو bien le complément d'objet direct إذا عندما لا يكون هناك complément d'objet إذا هنا نتكلم عن le verbe intransitif إذن في هذه الحالة نتكلم عن هذا الفعل ونقول عنه بأنه c'est un verbe intransitif. Le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. إذن الفعل يكون غير متعدي عندما لا يكون هناك متمم في آخر الجملة. Exemple, كمثال, cet enfant parle beaucoup. Cet enfant parle beaucoup. هذا الطفل يتكلم كثيرا. Cet enfant parle. طبعا هاد beaucoup هي فقط وصف لهذا الكلام نقول عنه بأنه يتكلم كثيرا cet enfant parle beaucoup كما نلاحظ بأن le verbe parler c'est un verbe intransitif le verbe parler في هذه الحالة c'est un verbe intransitif certains verbes بعض الأفعال peuvent être transitif ou intransitif إذن ممكن أننا نجد بعض الأفعال بأنها متعدية وغير متعدية طبعا وهي الحالة التي ذكرنا فيما سبق le verbe peut être transitif et intransitif. إذن ممكن أن الفعل يكون متعديا وغير متعدي. إذن certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. حسب المعنى. طبعا هناك بعض الأفعال نضعها في سياق ما فتكون متعدية. وهناك أفعال أخرى نضعها في سياق آخر فتكون غير متعدية. إذن حسب المعنى العام للجملة أو المعنى الذي تؤدي هذه الأفعال. إذن certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. إذن حسب المعنى. ممكن أن هذه الأفعال تكون متعدية أو غير متعدية حسب المعنى. مثلا exemple كمثال elle monte un meuble. Le verbe monter ممكن أنه يعني صعد. مثلا نقول elle monte sur la montagne. هي تصعد فوق الجبل. في هذه الحالة نتكلم عن الفيرب مونتي المقصود به صعد طبعا ممكن أننا نقول إل أمونتي مثلا لفاليز هي تصعد بالحقائب إذن هنا عندنا إل مونت أموبل نتكلم هنا عن الفيرب مونتي بمعنى آخر والذي يعني ركبة إذن إل مونت أموبل هي تركب أتاتا أو نقول مثلا لاميرمونت يعني أن البحر يصعد إذن Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect souvent introduit par une préposition إذا نتكلم هنا عن le verbe نقول عنه بأنه transitif indirect عندما يكون هاد المكمل مسبق بpréposition مسبق بحرف بحرفين من الأحرف إذن مثلا A, de, pour, en, vers, par, etc. Le verbe est intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. إذن الفعل يكون غير متعدي عندما لا يكون هناك متمم للجملة. Certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. Certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. C'est-à-dire selon le sens. حسب المعنى
نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.